قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مارم التلبشير بركاته على جميعنا من مزامير أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا. الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك الطربا وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح؟ فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست بصغيرة في ولايات يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سراً وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم قائلا اذهبوا
وابحثوا بالتدقيق عن الصبي، وإذا وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوقا حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له قرابين ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس ذهبوا من طريق أخرى إلى كورتهم.